عليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور وائل، أيوة يا فندم، اتفضل. من فضلك، أنا زوجتي عندها 30 سنة وفقدت بصرها نتيجة ارتشاح في العصب البصري من 5 شهور بالظبط. خلاص، فعملنا لها بذل من العمود الفقري والحمد لله إيه رجع بصرها. ودلوقتي هي حامل في الشهر الثالث أو الرابع، لكن في دكتور قال لها لازم تولدي قيصري. هي ولدت قبل كده 3 مرات الحمد لله طبيعي. قال لها لازم تولدي قيصري عشان ما يحصلش انفصال في الشبكيه. طيب لحظة واحدة، هي دلوقتي فقدت بصرها العينتين الاتنين؟ الاثنين، لكن نتيجة ايه؟ نتيجة ارتشاح في العصب البصري، مش أي مشكلة في الشبكية. طيب. يعني كنا بنتابع مع دكتور مخ وأعصاب. تمام، يعني هي دلوقتي حاليا ما بتشوفش خالص؟ لا لا لا، الحمد لله فقدت بصرها مؤقت ورجع تاني كل الحاجة زي ما هي، ما فيش أي مشكلة يعني. هايل يا أستاذ محمد، شكرا. مجرد عملنا البذل من العمود الفقري كل حاجة رجعت لطبيعتها الحمد لله، مع الكورتيزون والحمد لله طبعا بإذن ربنا في الأول وفي الآخر يعني. إن شاء الله وتقوم بالسلامة، وهديك رد كويس قوي لهذا الموضوع، وهقول لك ليه الدكتور قال لك كده. الدكتور لما في حالة الأستاذ محمد لزوجته خايف من حاجة واحدة بس، لما يجي الست بتعمل طلق وبتولد، يعني بنولد سيده، لازم بنعمل عليها كوتشنج او تدريب زي بالظبط حسن شحاته ما بيدرب المنتخب. يعني احنا بنقعد السيده، وده احسن بروجرام في العالم، يعني حتى كمان الزوج بقى بيعمله بره دلوقتي. بتقعد تقول لعيانه وقت ما يجي لك طلقه خدي نفس جامد واكتميه كانك في الحمام بالظبط، وابداي احزقي جامد قوي. ليه؟ عشان تكتب. بص انت لما بتحزق بتعمل ازاي؟ الحركه دي بتخلي الحجاب الحاجز ينزل تحت يزق البيبي او يعمل قوه ضغط فيضغط على الرحم ويساعد الست وهي بتولد فينزل البيبي اسرع. لما انت بتعمل حركه الفالزالفا ديت او الحزق الجامد ده، ضغط العين بيرتفع جامد قوي لدرجه ان الستات عينيها بتحمر قوي على فكره وقت الولاده. ربنا يكون في عون كل السيدات. يعني بعد الحلقه دي انا طالب من كل زوج، كل واحد يروح لامه ويبوس دماغها ويروح لمراته يبوس دماغها برضه. فالحزق القوي ده جدا بيخلي السيدة ممكن يزيد عندها قوة ضغط العين أو الضغط في العين ويقطع الشبكية. ده رأي حكيم وأنا أميل إلى هذا الرأي.